في ناس لما ربنا بيقفل باب شر واضح قدامهم بيلفوا علشان ينطوا من الشباك، ناس مصممة تمشي ورا دماغها ونفسها رغم ان ربنا وضح لهم بكل الطرق ان الباب ده شر، الباب ده مش هيجي من وراه خير، الباب ده معصلج ومش هيفتح، لان ربك بيكتب الخير وبس، بيبقى عايز لك الطمأنينة والنجاح وبس. لكن الانسان ده طبع فيه ما بيصدقش ويجري ويلف ويدور ويحاول حتى ينط من الشباك. هو انت فاكر عينيك اللي بتشوف بيها دي كبشر بتشوف الحقيقة كاملة؟ بتشوف من ورا حجاب مثلا؟ اكيد لا، عينيك البشرية بتهيأ لك حاجات في اوقات كتير جدا بتكون مش هي الصح. يمكن نفسك بتكون متحكمة فيك، شهواتك، وفي كتير من الاحيان بيكون الشيطان هو اللي سايق زمام الامور وبيخليك تشوف ان هو ده الباب اللي لازم تدخل منه، وانه حقك، وانه علشان مقفول يبقى ده ظلم ليك. ودي اول حاجه حصلت في خلق البشر، ان ربنا نهى سيدنا ادم عن اكل تفاحه من الشجره، نهي واضح، بابه اتقفل، مش مجرد علامات بقى، لا ده امر. يقوم ايه بقى؟ يقوم الشيطان يوسوس ويخلي العين تشوف ضلال. اشمعنى انت اللي منعك من اكل التفاحه؟ ده أكيد فيها خير كله ومش هيحصل حاجة يعني، وكلام كتير بقى من ألعاب الشيطان. وسيدنا آدم لأنه بشر سمع للوسوسة وقال أكيد ده فيه خير وليه يتمنع عني وكل ده، وبعدها عصى ربنا. وفي الدنيا تلاقي أمثلة كتير، جوازة واضحة أنها مش هتبقى نافعة وانت مصمم تكمل فيها، شغل مجاش وانت راسك وألف سيف مش عايز اللي هو، مش ورا عايز تمشي لكنه مليان عراقيل بتوقفك بكل الطرق، بتقولك استنى ما تكملش لكنك مكمل ومش شايف اللي ربنا عايز يورهولك. وانت بتعوم اول درس في السباحة بيقولك ايه؟ سيب نفسك خالص في المية وهي هتشيلك، ما تحاولش تعمل مجهود كبير لانها هتغلبك، ولو عملت غير كده هتغرق. هي نفس الفكرة، ربنا عايزك تسيب نفسك تتابع كل إشارة بيحطها في طريقك، اسمع كلام ربنا وامشي وراء تدابيره وإرادته واتبع علاماته الإرشادية. ولو حسيت أن ربنا بيقفل حاجة قدامك سيبها، ما تحاولش تدخل من شباك علشان وقتها ما تلومش لنفسك. شكرا ليكم وإلى اللقاء.